هذا العام بعنوان الرياضة والبيئة. أعددنا لكم أغنية خاصة سيقدمها الشبل المبدع أسامة النسعة. السلام عليكم، كيف حال أهل قطر؟ اليوم إن شاء الله راح نسمعكم أنشودة جديدة بهالمناسبة الحلوة، مناسبة اليوم الأولمبي المدرسي. بدنا تفاعل كتير كبير منكم، ماشي؟ اسمها نشاط قوة، إيش اسمها؟ مسامع بدي أعلى من هيك. سمعونا زفة عالية؟ يلا نسمعها مع بعض. يلا فوق أعلى. إيه مستمعين احنا.
اوكي شكرا لأسامة النسعى.